هذا واجب أمي أحلام، واجب كنحلوا قلب بناديكم. هذا واجب أمي أحلام، باش أنا ما ضد حد، أنا كنتبع غير الحق والقانون، ما مضاد مع حد ما حتى حاجة. اللي كنمشي لك يقولوا لي ما كيسدين علينا البيبان، أي باب مشينا ليه من 2013 راه كاين هادشي، راه عرفوا الأستاذ ديالي هاداك أستاذ الهيئة الديمقراطية، الهيئة الديمقراطية المغربية حقوق الإنسان. وقفت معايا شحال جرى معايا، أي باب كيشدو فوجينا أي باب، لكن حتى مشى معايا الكوميسير، شدو عليا هنا في الكوميسارية، مشى معايا الكوميسير قال لهم ما بغيتوش هاد السيزة تنطو لي غندير لكم إرسال. أمي أحلام غنخليوك تعاودي شنو اللي كاين في قلبك والظلم اللي كتعرضي ليه، حنا غنخليوك. ولكن أمي أحلام بغينا نبداو معاك هاد النقاش. قلتي لنا بأن جيرانك مكرفتين عليك. بعض منهم ما نعممش، من هنا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، معروفين وعارفاهم، كاينين بعيالاتهم وكاينين بولادهم. وقلتي لنا بأنهم بنوا فوق منك. بنوا فوق مني. كيفاش بنوا فوق منك أمي أحلام؟ غلبوا فينا سيدي. علاش غلبوا فينا؟ كنخرجوا غلبوا فينا، ملي كنظنوا يقولوا ما راه دايرين بينا هنا شي بعضين تشوتزور كيقمعونا. هادشي قديم، غادي قديم ماشي جديد، مشاو في ديال باهم. لا ما يمكنش اسيدي، كانوا الدروس في اليسار داو من اليمين. كاين البلان، كاين البلان، واش ما جاتوش البلان؟ البلان كاين في الجماعة. واحد السيد كان داير معايا من داكشي، غادي معايا من داكشي، واحد السيد شاف ديالهم. مشيتي طلبتي البلان من الجماعة ولا ما طلبتيش؟ لا ما طلبتش، هو واقف لي هاد السيد كان باغي يصيفط لي الخبير وداكشي كيتعرضوا لي. شنو اللي كيتعرض لي؟ كاين المعارضة، واحد بعدا فيهم تما كيجمع ما خصنيش نسميه، قال لكم كثر وانتم قلال. كيفاش نتوما كثار هما كثار وانتوما قلال؟ علاش زعما هما من حقهم زعما يستغلوا هذاك السطح ديالك ولا شنو زعما؟ زعما ثم ناضت باعت، كانت كتكون زقارة باعت وجات خاضت هنا، جلست هنا، سولت دابا بحال على بورتما، هي ولدها فينا، هي ولدها. دابا تقريبا شحال من طابق طلعوا فوق منكم؟ شحال من طابق؟ شحال من طابق طلعوا فوق منكم؟ شحال بناو؟ نقول لك هذاك الشيء غادي يكون عند الشرطة الإدارية. لا ما فهمتينيش أمي أحلام، شحال من طبق بنوا فوق من السطح ديالك؟ شحال من ليطاج؟ راه بزاف هادشي، راه كثير ما كثيرش، حيت ما تخناش حنا عندهم. لا من الزنقة، شحال كيبان كاين من ليطاج؟ كثير كثير العلو بزاف. وهادشي كلشي واش تبنى بطريقة قانونية ولا غير قانونية؟ غير قانونية، عشوائي. وفين كان هذا المقدم هذا للأحلام؟ ساكت، ما كيقولش ساكت، كيقول كذوب كذوب كذوب، هادشي ما كاينش. علاش كذوب وانتم اصحاب؟ اي باب مشيت لي كيلقاني فيه، باب الجماعه، باب المقاطعه، في الما مشيت، الحماله، في اي بلاصه ما حضرتش لكم. هنا كنعرفوا بان المقدم هو اقرب رجل السلطه للمواطن، هو اعين ديال السلطه. من هذا البني كله طلع؟ والناس ديال السلطه ما في خبارهمش. لا هما كيقولوا طالعين بديالهم، وداك الشيء قديم باش علاو باش كثروا هذاك. شوف حنا هادو عباره عن بنايات، كنقولوا حنايا سفليه، ما كيكونش فوق منا شي ايطاج ولا شي هادي ولا هادي، ممنوع. هاد البلان تغير، كانوا طرت في اليسار ومشاو اليمين. ياك وكيف شو كيقول لكم هاد الهضره هادي المقدمه؟ انا بغيت نعرف. هاد الهضره ما كايناش، هاد الناس راه مراد، شوفوا حيدوا من تما. سمحي لي ما عندوش الحق اني نقول لكم انتم. شوف كاين اجراءات قانونيه كدار أمي أحلام، كاين اجراءات قانونيه. الا كنتم مرض كاين اطباء نفسيين يمكن يكون شي عنده وهما يعطيكم شهادات ديالك. مرضنا استاذه ملي بناو هما باش مرضنا، اما باش يقول لكم انتم امراض نفسيه ما عندهم، عندكم انتم امراض نفسيه ما عندوش الحق. هو ماشي طبيب،
لا امرضني فيا وكذوب 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 اي حاجه نكذوب رباط وكذوب مشيت رباط رباط عطاوني ورقه هاي قال كي نقصوا ملي شكيت لهم في الرباط قال كي نقصوا ها ديال العماله هاي هاي يا سيدي هاي ملي مشيت حيت الوليد كان مخزني ملي مشيت وزارة الداخلية مشيت ليهم هاي ما هاي 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 يا سيدي هاي قال لهم باش يداروا معاهم ينقصوا ينقصوا ما ينقصوا مناش ما هاي ينقصوا زعما ينقصوا شي حاجة من هادشي اللي بناو من هادشي اللي بناو ملي مشيت الرباط اش كيقول اش قالوا لي قال لي دابا يجيك الجواب منين انت مشيتي الرباط امي احلام هاي 2019 وجاك شي جواب جا الجواب هو اللي قلتي بان خاصو ينقصو منو خاصو مشيت المحكمة ملي مشيت المحكمة باش يقولوا لي اش كاين ردوني العمالة العمالة مبغاش ما كاينش اللي تسوقني كيقول لك سيري لقيت حتى واحد ما استمع لك حتى واحد ما استمع لك في العمالة مشيت العمالة من العمالة قالت سيري لقيت اش من العمالة امي احلام عملت عن تقصيد معروف ملي مشيت العمالة قالت سيري سيري للقي لما دار معاك والو لقي سيري الباشا هذاك السيد عنده باه شاوش ديال باشا شكون هذا؟ هذا المقدم خصني تسميه المقدم ديالنا ديال عنشق منطقة عنشق ديالنا قال لي سيري قال لي باه سمعت انا جاتني اخبار كاين باه شاوش كيدخل الباشا هادشي باش هاد باش غلب علينا هاد وكيقول لك دوب الباب دابا على ما فهمت من كلامك امي احلام دابا الباب اللي كتدقي كتلقيه مسدود اي حاجه اي باب اي باب بسبب هذا المقدم هذا بسبب هذا المقدم كيقول لهم الكذوب هذوك الناس راه مرض كيفاش مرض انا كان انا نعاود نكرر لك امي احلام شوفوا يديروا معاهم وحيدوهم من تما امي احلام امي احلام كاين قانون في البلاد راه قلت لهم كيما ونعاود نكررها كيما قلت لك ما عندوش الحق يقول لك واش هما مرض ولا ماشي مرض عندنا اطباء نفسيين هما اللي كيعينوا الحاله وهما اللي كيعطيو الشواهد وانا مرتها من بنوهم طبيه باش كيتبتوا ان الانسان واش عنده مرض نفساني ولا لا اما هو مقدم عنده الحق انه يدوي معك في الشيء كنصلي وكنتبت مرض 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 هادي جيرين هادو الناس مرضوا 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 بزاف انا الحمد لله من الكلام اللي كندوي معاك كتبي امراه موزونه امراه ثقيله امراه عارفه اش كتقول وحنا ما نكونوش سيدي كاع في الدار صراحه ودي استاذ ما نقول يحدو غيدنا ما اديوهاش ما وصلوهاش وكون كنت انا بلاصه ما نلبوك وما رجعت يقولوا لي ردي البال انا نحضر غيدو يسافروا لي دابا انت مهدف في محل ديال السكن ديالك غادي راه كانت ديال المبيطه دابا خاصها ديال المدينه خاصين كرانا خاصين دونا خاصين مانا ما كيتسالكم والو الحمد لله ما كيتسالنا والو خاصين ملي بغيت نخلطو في 2021 سيري جيبي الورقه ديال 2020 باش يتبع باش يخلص 2021 ها يا سيدي ها الريسي ها هو الريسي ماشي غندوها في امي ها هو كيتخلص بالماتريكول ديال الوالد ها هو كتقضي الماتريكول ديال الماتريكول ديال الوالد حيت كان مخزني 40 عام 40 عام وحنا هنا 80 عام وحنا هنا في عند زياده اخرى راه الديور ديال مخزنيه دابا هي قانونيه حنا اللي عندنا الاسبقيه اللي بغينا كنقضي الله يرحمه الله يرحمه ويرحم الجنه وما عمرنا وصلنا للمخزن سمعت واحد القصه بالنسبه للاخوان ديالك خصوصا الذكور منهم كيلحقوا واحد السن وكيتوفاو بزاف شحال ديال شحال من الاخ عندك توفى لا امي احلام مات مصطفى الله يرحمه الله يرحمه كان مخزني مات حمد خويا الله يرحمه كان في الفرع في العسكر في غابه معمور مات عبد الرحمن في تدوز العسكر مسكين وخدم في وخدم هنا مع عمر كيعرفوا في جامعة عنشق الله يرحمه عبد الرحمن جارديني هذاك المرة ديالو راه في كان في طور خربوش مات حسن كان معنا هنا في الدار حضرنا به حتى الدار خلاو لينا أمانة في رقبتنا حتى الدار وهذا الأخ ديالي هذا راه كان خدم انا كنعرفوهم ونعرفو قدارهم كلهم زعما الناس هذا السيد هو اللي واقف معكم هو اللي كيوري جزاه الله كل خير هذاك هذا الاستاذ هذا ما خلى معايا مسكين تبن شكون؟ هذا الاستاذ ديال الهيئه الديمقراطيه المغربيه حقوق الانسان عبد الله العرنوصي الاستاذ ديالي عبد الله العرنوصي
هو دار كثر من جايدو هاد الورقه كلهم ديالو ها كلهم فاتوكم شوف شحال عمر شوف شحال عمر الحمد لله كاينين الناس مازال الناس محسنين مازال الناس طيبين الحمد لله اللي كيوقفوا مع الضعفاء بحالكم الحمد لله. انا بغيت دابا بغيتك دابا بغيتك ام احلام تحكي لي المعاناه ديالك مع الجيران اللي بنوا فوق منك. هادو سيدي بكري حاضرين كنا كنخدموا عند الناس كنا واحد المره جينا لقينا الضو سلك تلاقى مع سلك كما كنقولوا حنايا التماس كهربائي اي كود سيركوي جا سيد عندنا واحد السيد جارنا عيط لهذاك ليديك ملي عيط ليديك قلب الماكن قال لي سيري خرجي لي الورقه ديالك خرجت لي الورقه قال لك هاد الماكن اللي فيها طرافك كيخونونا الضو شحال هادو هما حاضرين. اول حاجه اسمحي لي من بدينا هذا الحوار هذا وانا كنقول لك ام احلام هو الاسم الحقيقي هو ام حليمه. ام حليمه قلتي لينا بان الناس هادو قالوا لكم ليدك على الناس هادو انهم كانوا كيسرقوا الضو. شحال كانت كتجيكم في الضو في هذيك الوقيته؟ كتجي 6000 8000 وحنا ماشي في تاع حنا الدار صغيره وتحت هي وحنا نمشيو للديور كانت الوالده حيه كاع بارحنا الله يرحمها هاد الناس باش وحنا هاكا نخلطو ما دينا ما جبنا حتى شعلت العافيه في الزنقه هي فاش ناضو الدراري تفوهوا ناض واحد الدري خويا خالي تفاهم مع الدراري وغادا زين شي ناس كانوا كنا كنطلو في الجامع واحد الاخت هي وراجلها قال لهم واش نطقوا عليهم الجيد الناعم واش نطقوا على هاد الناس راه العافيه شاعله فين كانت شعلة العافية؟ على برا في البواطا برا على برا على برا قال خافوا ندوزو الزنك وحنا كنا مغطين الزنك على الشتالة تقطر مغطينو ببلاستيك قال لا ندوز لكم العافية تحرق لكم الدار هي هذيك جاو الدراري طفي 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 تطفوها وانا نعلم جارنا جارنا كان قدام بنتي يا فاش عيط لنا دابا مبقاش كيجيك هذاك الثمن ديال 6000 ريال ديال بنتي لا دابا مشاو لينا طريقة أخرى. شنو هي الطريقة؟ حنا بغيناك تعاود لنا مشاو لنا طريقة أخرى ملي حكمنا وراينا الجورة مشاو لينا الدار دابا هبطوا عليها دابا هما في الحقيقة الدار راهم كيتسمى على الصح الدار راهم على الصح سكن غير هاي هاي مكتوبة هاي هاي رسالة ديال المدينة هاي يا محنا محنا ما هو هاي ترى راهم على ملك الغير ملك الغير هادي راه ديتها ديال المدينة باش ما يدخل فينا حد باش التعرض باش ما يدخل فينا حد وهاد الناس حاطين علينا وحقرينا دابا ملي طرامي على الصح اش دار قالك خرجوا خويا الدار شحال من واحد هددنا قالك بقى علاش خرجوا خويا الدار علاش تخرجوا الدار والدار داركم واتين على والديكم كاين بعض منهم ما نعممشو الزور شي وحدين واتشو الزور واش نسوي يوم القيامة واش نسوي يوم الحساب حقرونا يظلموا ناس يظلموا ناس واش نسوي يوم الحسابات شو الزور هادو واش نسوي بان يوم القيامه الله ما كيشوفش فيهم كيقولوا لا الكذوب هذاك الشيء هذاك الشيء خلى باهم طلعوا بديل باهم باهم الا ما خلاش لهم هذاك البني باهم باهم الله يرحمه با محمد ما خلاش لهم هذاك البني خلى لهم بني في اليسر الدروج هما لا حيدوا الدروج اليسر وهبط هي فاش ترمونا على الصح حتى وحده شكون هي جات ختوم هنا حنا غناخذوها بالمنطق هذه المساله هذه غناخذوها بالمنطق وغناقشوها معك ام احلام انت عندك دار سفليه ام حليمه سمحي لي دار الوالدين انت عندك دار سفليه وهاد الديور هادو كانوا كلهم سفليين ولكن هاد الناس من جاوبنا ماشيين في ديالهم سمحي لي نكمل ام حليمه من هاد الناس جاوبنا بنو فوق من دارك هنا كاين ترامي على ترامي على الملك الغير على الملك الغير المسألة واضحة باينة حاجة واضحة باينة جات الشرطة الإدارية دخلت لنا مجاوب باش غادي ناخذو يعطيو لي ما كاينش الرد الرد ما كاينش كنتسنى غير يعطيوني الرد باش نمشي للمحكمة ونتقدم نمشي ليهم نهضر على حقي أنا ما ضدت نهضر على حقنا كنطالبي بحقك أم حليمة كنطالبو بحقنا ودار الوالدين خلاونا مسورين فيها شحال من عام نتوما فيها؟ نظري أنا ولا سميتي شحال من عام نتوما هنايا؟ 80 عام 80 عام وشحال في عمرك تيخذك؟ أنا دابا زيد 55 والأخت ديالك؟ لا توام قدي قدا توام نتوما توام؟ نعم تبارك الله
ما يدرك تبارك الله. ما يدرك ما يجيك بقى. وجالوا لنا مرات وما مرضنا تبنوا هما وحشومه والانسان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على جاره وصى على جاره. راه وصى الرسول صلى الله عليه وسلم راه وصى راه الله وصى كان كيوصي الرسول على الجار مهم. حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام ظن بان الله غير ولد الجار في الجار. الجار في الجار. وانا كون استاذ انا فوق تاكنا هما لتحتو وبنينا حنا ما نقدروش ما نتلاحش لهم على ديال الناس لا ما 18 غديهم قيامه غادي يبقى عليا. انا كتفكري يوم الاخر كنفكر الاخر كنصلي ونعرف بيني وبين الله الحمد لله بنادم مريض وديروا يشرب الدواء. الدنيا فيتنا. الدنيا فيتنا. لا قبر الحياة مسؤولين فيه تدينا ضمنه. دابا بغيتك خلونا والدينا هنا بقاو هنا مسؤولين كما معروف عندنا كله هز قبره. هذيك شي هذيك راه هي الدار ديال الانسان هذيك هي تما فين غيب. اما هذا الشيء راه كلشي الانسان غيخليه وغيمشي. وما كنعرفوش شكون هو السابق. عندك جوج حوايج كيعلم بهم غير الله سبحانه وتعالى عندك الرزق وعندك الموت. ما عمر والحمد لله. الحمد لله ولك الحمد. الحمد لله. بان الله سبحانه وتعالى كيحمي العبد ديالو واي حاجه اللي تعكسات ولا اي باب مسدود وكون هذاك العبد يعرف علاش هذاك الباب تسد غيحمد الله ويشكره لان فيه الاذى لان الله سبحانه وتعالى ما كيبغيش الاذى العبد ديالو. لا لا محمد رسول الله يا اخر كلام الحكره ما تكونش وصافي. انا وبلاد ديال ديال الحمد لله الحمد لله كاين بلاد القانون كاين فيها القانون كاين فيها القانون. انا بغيتك انا بغيتك امي حليمه شنو الرساله ديالك الناس المسؤولين. الناس المسؤولين كنطلبت منهم نصوب الوفاه باش ندير الاراثه شهاده الوفاه بالنسبه للاخوان ديالك اللي ماتوا مساك الله يرحمهم. ملي بغيتها اشنو المشكل اللي لقيتي فيها عاودي لهم المشكل اللي لقيتي فيها. صوبوا لي ديال الوالد بالنسبة لخوتك والدراري الاخرين الخوت قال لك سيري لمدونة الأسرة. علاش؟ سيري قال لك مدونة الأسرة ملي مشيت لمدونة الأسرة قال لك سيري جيبي الموافقة ديال الحيين وطالب ديال الأموات وعاد باش تنصوبوا لك. ودرتي هاد الإجراءات أم حليمة؟ ما درتهاش أسيدي. وعلاش ما درتهاش أم حليمة؟ باقي ما درتهاش. هذاك الشيء كيطالب الفلوس وكيطالب بسبب الفلوس بسبب مساك الحاله ان ما كاين الفلوس كما كنقولوا ما كايناش. يلا كتشد هذيك البركه ديال الحويجات القدام اللي كتجيبوا حتى الزفاعي اللي كتبيعوا ربما كيقدوكم حتى الغدا ديالكم. هما اللي بغا يصبونا سيدي مزيان نقول لك الصراحه بغا يصبونا دايرين واخدين وجالسين باش قول لي كيفاش دايرين لكم واخدين وباقيين. هكا كنت سمعت لهم كيقولوا راه واخدين باقيين جالسين هنا كاين شي ورقه واخدين فلوس زعما بعثو نتوما بعثو بحال بعثو للمحل السكن ديالكم ولكن ام حليمه الا بعثي راه كاينه ورقه ديال البيع. واش هاد الناس هذاك الشيء كتابي واش هاد الناس كتبتو معاهم شي ورقه بانه بعثو المحل السكن ديالكم ليهم. ما كاين حتى حاجه ما تنيت ما وافقت لحد ما حتى حاجه سيدي. ما كندوم معاهم ما بغينا مشاكل هما كيجوا عليك دابا كيدعيو بان ماشينا ملي كندوزو كينكرو بلا كنتو جالسين وناعسين راه جالسين وناعسين في دار والديكم. قلت لها كرام قلت لها ضوا الوالد 80 عام وانا ومخزني وكا كيتخلص من التليفون ديال المخزنيه. هاد الناس اللي كيدعيو بانكم بعثوا ليهم سمحيني يا ام حليمه هاد الناس اللي كيدعيو انك بعثي ليهم او بعثوا ليهم دايرين واخديناه عندهم شي ورقه ما عندهم لا ورقه اللي كتبت لنا اداه نصيب غنسبونا باش يخونا. شوف الحمد لله كاين القانون في البلاد والقانون 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 اللي كاين في البلاد كيعتمد على الوثائق. الا عندهم شي وثائق تدل بان بعثي لهم يمشيو يدفعوها. انا معاهم نقول لهم ما يرضى فينا هما الوثائق وفين السيناتور وفين هما الخوت باش هادشي غنفرقوا. حنا عايشين هنا اربعه انا ودري اختي وعبد القادر وخالد فين هما هاد الاولاد فين غادي وخذ الفلوس هادشي فين الموافقه فين السيناتور. هو اصلا دابا نتوما وراثه وكما فهمت ان لقيتو مشكل باش ديروا ورقه ديال عدد الموتى والوراثه. شو مشكل باش لقيناه وكيفاش غتبيعوا نتوما المحل بان ورقه ديال عدد الموتى والوراثه ما كتوفروش عليها اصلا. وشوف شوف فاش بغا يديروا لينا زعما كله واللي غادي يشهدوا زعما ناضوا ضدنا كله يجازي الله.
وحنا عايشين محفوظة بالله مرة راكي حنا ملي كنشوف ما كاين عندي لا ريال لا جوج. دابا نيت انا بارك قبل ما نبداو معكم هذا الحوار، دابا انت مرا دقات وعطاتكم الطبيسي اللي تخصو هذا. ما هو جات ودقات وعطاتو ليكم. يا ولدي تعاونوا معنا الحمد لله. الحمد لله كاينين الناس طيبين، كاينين الناس طيبين، كاين الناس اللي باغا الحق كتبغي الحق وكاينه. انا كنشوف غير انا كنشوف اودي استاذي السيد هاو لا شي واحد ورقه نور هات هاي كتب لي هات هاو سي تكتبها لي هاو الهيئه الديمقراطيه المغربيه حقوق الانسان عبد الله الاستاذ ديالي عبد الله العرنوطي ده الوكيل الملك بقات ما عرفتش فين واحد ما قدرت نقول لك ما خديتهاش ما بغيت نرد باش نحضروا ونهضروا على راسنا ما كاينش الرد ما كاينش ها هي دابا هادي ها هو كتب عليا ها التليفون ديالو ها الواتساب ها كلشي كلمه اخيره ام حليمه او كلمه الاخيره الله يجزيك بخير احنا كنبغينا نطلبوا الناس المحسنين يتعاونوا معنا نصوبوا عدد الاراثه ونشوفوا اللي وقف لينا المحسنين يتعاونوا معنا وحنا غادراوش غنوقفوا الدار لا الدور غدا طيح هذا هو المشكل بغيناهم يتعاونوا معنا وها شوف شحال ديال الوراق هاهو شوف شحال هاد السيد اللي معرضين ليه ما خلاوش يخدم معايا ها مرة يكون معايا ها ها مرة يكون معايا هاك مرة مرة حتى شوف شحال ديال الوراق هادشي كلو ديالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت أستاذي درت هادي باش تفات المحكمة الجزرية كنبغيها رجعنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما كاينش الحمد لله كما قلت لك ام حليمه هذه ها الخبير او قد خبير كما قلت لكم حليمه الحمد لله كاينين المحسنين كاين الناس اللي كيبغيو يشطون في البلاد ونطلبوا منهم ان شاء الله انهم يتعاونوا معكم ويوقفوا معكم ان شاء الله تاخذوا بحقكم حنا ما مزوجين ما عندنا ولاد ما عندنا والو تناخذوا حقنا تناخذوا حقنا ان شاء الله ان شاء الله خبير الاستاذ هذا رفيق 12 شهاده غادي يكذب هذا الاستاذ كل وثائق عندكم كل وثائق عندكم اللي كتبت انه في الملك ديالكم وانا يا محامي اخر بغى يوقف معايا هاد الخبير يا بلي محامي اخر ما كاينش رد قال لي سيري ديري الاراثه انا قال لي ما ندوي معاك ما نتكلم معاك ديال الاراثه نتمنوا من الله ان توصل رساله ديال الناس المسؤولين والناس المحسسين ان شاء الله حسن ثاني يوصلوا هاد النداء الله يجعل ربي يوقف معايا محمد السادس الله يطول في عمره ويخلي لي وليداته ويخلي لي مولاي الحسن ويخلي لي الله يعطي صحته ويرحمني والدي ويجزيه بخير ويشوف من حالنا ونضر من حالنا كنشكرو من هذا المنبر يا ربي تشوف طول عمره وتزيد لنا زادو وانت الله يجزيك بخير هذا واجب هذا واجب ام احلام قلبنا لك وكنعاودو لك في قلبنا باش قلبنا كيترتاح مرتاح هذا واجب ام حليمه اللي واقفه معايا ما نكرهمش تحيه الامن عين الشق شارع القدس كندوي معاهم كيتصنتوا ليا واخا لا كوني هاني من كنا خاطرك يكون خاطر الحمد لله تري ديرها الواجبات وحنا معاك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي